الله يقوي الخير. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يقوي الخير. اللهم بارك. هذه الوعده ديال تغسروت. اللهم بارك. امين امين. اللهم بارك. تبارك الله. امين يا رب العالمين. امين. هذه هي الوعده ديال تغسروت. اللهم بارك يا رب العالمين اللي كتقام كل سنه لجمع صله الرحم والتعارف. تبارك الله. وجمع الاحباب. اللهم بارك. اللهم بارك يا رب العالمين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تبارك الله. الله يقوي الخير. يا رب. اللهم بارك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. مرحبا بكم في صدقة ديال تغسروت. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا. الله يقوي الخير. تبارك الله عليكم. الصحة والراحة. الوعدة ديال تغسروت منطقة ديال تفوغات بركان. مرحبا. تبارك الله. بشويه بشويه. الله يقوي الخير. تبارك الله تبارك الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بالصحه والراحه. الله يقوي الخير. تبارك الله تبارك الله. العز والرضا. القائم بالواجب. الله يعطيك الصحه بالصحه والراحه. الصحه والراحه. الله يجعلها صدقه مقبوله. الصحه والراحه. الله يقوي الخير. تبارك الله عليكم. صدقه ديال تغسروت. الله يقوي الخير. تبارك الله. اللهم بارك. اللهم بارك يا رب العالمين. اللهم بارك. مغربنا الحبيب. اللهم بارك. تبارك الله. الصحة والراحة. الله يجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله. العام الجاي إن شاء الله. الصحة والراحة. تحياتي لكم. الصحة والراحة. بسم الله على بركة الله. هذه الوعدة ديال تغسروت اللي كتقام كل سنة. بسم الله. تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك. قاتلهم. اللهم بارك. الصدقه ديال تغسروت. تبارك الله عليكم. الصحه والراحه. الله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله. تحياتي سي حسين. تحياتي شي مزيان. تبارك الله عليكم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليكم. الصحه والراحه. بصحتكم 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 بصحتكم. تبارك الله عليكم. الله يحفظك. راه جاي. تبارك الله. الله يقوي الخير. الله يحفظك. الله يقوي الخير. الصحة والراحة. السلام عليكم. سي عبد الرحيم. تبارك الله عليك. كلشي بخير. شنو عندنا اليوم؟ الوعده ديال تغسروت اللي كتقام كل سنه. ها هو اللحم. تبارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. بسم الله. هذا شنو؟ حمص. تبارك الله.
هذا الزبيب تاع الحمص. الحمص مع الزبيب تبارك الله. اوه ما شاء الله هذا اللحم هذا تبارك الله. عندنا 12 درهم. 12 درهم ليه؟ الصدقة ديال تغسروت اللي كتقام كل سنة لجمع صلة الرحيم بطبيعة الحال والتراحم والتعارف واللحم. اللهم بارك رب العالمين في هذا البلد واجعله امن مطمئن ان شاء الله. ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد مع عبد اللطيف القنوري. ورحنا عاد هنايا في الوعدة باش ننقل لكم الاحداث مباشرة. لا لا غير فوتي انا ماغاديش نشد كاع. Yeah.